أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مشروع قانون معدل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023. التصريحات المشينة التي تقدمت بها الأردنية الممثلة في الأمم المتحدة سيما بحوث بما يخص التصريحات الغير مقبولة، ولم نجد أي رد من الحكومة التي أبدعت في الملف الفلسطيني. أرجو أن يتم إصدار بيان إدانة ما قامت به هذه الدكتورة، ونرجو أن تقوم بسحبها وأن تقف مع المقاومة، لا تقف مع الكيان الصهيوني الذي يحتل أرضنا. يجب أن تكون الموظف أو الوزير أو الأمين العام اللي الكتاب هذا فيه حجم كبير من المخالفات عليه، ما في داعي شوفوا في عيد الاستقلال ولا هو بده ياخذ وسام او درجته تترقى على درجه اخرى. اي موظف عنده تقصير او في عنده غلط في تنفيذ القانون يجب ان يراجع ملفه، وان لا يتقدم على موظف اخر او لا ياخذ درجه كفاءه اعلى من موظف ملتزم في الدستور وفي القانون. اؤكد اننا في اللجنه الماليه حرصنا واهتمامنا في المخرجات الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة باعتباره أحد أهم الأدوات الرقابية لمجلسنا الكريم. وفي مخالفات من سنة 2018 و19 و20 و21 و22، وفي من 2017 ولغاية الآن لم يتم عمل الإجراء المناسب. على سبيل المثال معاملات الاسترداد والتحصيل، يعني بنلاحظ في عنا مبالغ مثلا سنة 2018 لازم نسترد 1,494,000، للأسف إنه استردينا 252,000 وتبقى 1,242,000 من 2018. بالألفين وواحد وعشرين تخيلوا قيمة بالألفين وواحد وعشرين، إحنا بنحكي بس بالألفين وواحد وعشرين إنه في عندي حوالي 108 مليون هاي يجب استردادها. شو استردينا منها؟ 3 مليون، والمتبقي 105 مليون. طيب الله، هذول الأرقام يعني هل هذا لا يعتبر مال؟ هل هدر؟ هذا هدر. كيف إحنا مش قادرين نسترد أموال هاي ونحصلها مع إنها مرصودة ومتابعة وماخذين فيها قرار الاسترداد والتحصيل؟ من مع تحويل تقرير ديوان المحاسبة على اللجنة المالية مع إعطاء صفة الاستعجال؟ أغلبية واضحة. الأمين العام تفضل. شكرا سيادة الرئيس. رابعا، قرار اللجنة القانونية رقم 2 تاريخ 21/12/2023 والمتضمن الاقتراح بقانون رقم 1 لسنة 2024 والمتضمن تعديل البند 2 من الفقرة ألف من المادة 49 من قانون الانتخاب لمجلس النواب. وحسب الأسباب الموجبة لمعدل المعلومات فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلة التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها. القانون بمجمله أغلبية واضحة. وكانت اللجنة المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين على المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون. مراجعة القانون عندما نكتشف الخطأ، الرجوع إلى الحق خير من التمادي للباطل. في المادة 49، مادة 49، مادة 50 اللي تتحدث عن العتبة في قانون الانتخاب، المادة 50 على جدة قالت إنه إذا فازت أقل من 3 قوائم بننزل نسبة العتبة حتى يفوزن 3 قوائم، بينما ترك هذا الأمر في قانون في العتبة في القائمة المحلية ما عولجت. لذلك بناء على طلب الزملاء الأكارم 104 من زملائنا الأخوان اللي وقعوا المذكرة، سعادة الرئيس حال اللجنة القانونية اجتمعت. يتوقع أن يسهم تطبيق القانون على أرض الواقع في تحفيز الجهات المعنية على تقديم المعلومات بشكل أكثر شمولية وفاعلية،
مما يعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين ويعمق مفهوم الشفافية والمساءلة. المادة 16 مر مع قرار اللجنة، القانون بمجمله أغلبية. شكرا. نعم. يا أخ علي الغزاوي، أنت على القبة ما بتحضر وتطلع نواب غاد من الصبح اليوم ما أجيت على القبة، ومعالي وزير الطاقة أنت اليوم إحنا في جلسة ديوان محاسبة، كل مصايبنا بوزارة الطاقة، ما هي كل مصايب الأردن على وزارة الطاقة، تقرير ديوان المحاسبة ما بتحضر، ما بيصير هذا الحكي. تفضلي معي الوزيرة. كما ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 وإحالته بصفة الاستعجال للجنة المالية. راشد المعيطة، الحقيقة الدولية.